بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44. رمز لاسمه بالأحرف حاء صاد عين من المنطقة الغربية، يقول: أنا كنت أعمل عند أحد رجال الأعمال الأغنياء، فكان إذا أراد توزيع الزكاة أقدم له أسماء وهمية لكي أحصل على نصيبهم من الزكاة منه، وفعلا يدفع إلي أموالا لتوزيعها على من أدليت بأسمائهم، مع العلم أنه ليس لهم وجود، فأقوم أنا بتوزيع شيء منها على بعض الفقراء المستحقين وأخذ لنفسي ما تبقى، علما أنني أعول أسرة وأولادا، ولكنني أنا الآن نادم على ما حصل مني، فماذا علي أن أفعل لكي تصح توبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أمر الزكاة أمر عظيم ومسؤولية مهمة، لا يجوز التلاعب بها والاحتيال على أخذها بالصفة التي ذكرتها أيها السائل، من أنك تذكر أسماء وهمية للمزكي لتأخذ لها ثم توزع هذه الزكاة على ما تريد من أشخاص آخرين وتخص نفسك بقسم منها. الواجب عليك أن توضح الحقيقة للمزكي وأن تبين له واقع الأمر بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك. أما ما فعلته من هذا الاحتيال فهذا لا يجوز، وهذا من باب الكذب والاحتيال، وقد أسأت في ذلك. ولكن ما دمت أنك قد ندمت على هذا وأدركت خطأك وتبت إلى الله، فنرجو أن الله يتوب عليك فيمحو ما علق بك من الإثم. ولكن إذا كان المال في مقدورك رده إلى المزكي وإخباره بالواقع ليعمدك بدفعه مرة ثانية تعميدا صحيحا، هذا أمر واجب. أما إذا كان لا يمكنك استدراك المبلغ وأنه قد انتهى وأنت لا تقدر على رده إلى المزكي، فنرجو أن يكون قد أخذ مجراه وأن يكون قد بلغ مبلغه إن شاء الله، والله الموفق. بارك الله فيكم. لو استباح صاحب المال في هذا المال وأباحه، هو الزكاة ليست لصاحب المال، ليست حقا لصاحب المال. نعم، حتى لم أكمل سؤالي أقول: وأباحه، هل يلزمه بعد أن يبيحه أن يدفع بدلا عنها إلى الفقراء بمقدارها؟ من يلزم صاحب المال؟ صاحب المال دفع، ولكن الذي أساء هو الذي أخذه، هو الذي يلزمه غرامتها. نعم، الذي أخذها يلزمه غرامتها إذا كان يقدر على هذا، أن يردها إلى المزكي ليعمده تعميدا صحيحا من جديد. نعم، أما المزكي نفسه فقد دفعها، الغرامة صارت على الذي أخذها. نعم. هذه رسالة من السائلة أم بدر من الكويت، تقول في سؤالها الأول: إنها أرضعت طفلا، فهل يصبح محرما لأختها ويجوز لها أن تكشف عليه؟ إذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت 5 رضعات معلومات كما جاء في الأحاديث، فإنه يصبح ابنا لها، ابنا للمرضعة، وتكون أختها خالة له من الرضاع، فيكون محرما لهن، محرما لأمه من الرضاع ومحرما لخالته من الرضاع، لكن بالشرطين اللذين ذكرنا، أن يكون الرضاع في الحولين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وأن يكون 5 رضعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم. سؤالها الثاني تقول: لزوجها بنت من زوجة أخرى ولها ابن، فهل يعتبر ابن بنت زوجها محرما لها ومن ثم يجوز لها الكشف عليه؟ لا بأس بذلك، لأنها زوجة لأبيه، زوجة لجده من أمه، فهي من ما قال الله سبحانه وتعالى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي زوجة لأحد آبائه. نعم. سؤالها الأخير تقول: إن والدتها توفيت وعليها صيام شهر لم تستطع أداءه، فبعد أن توفيت صام ابنها عنها 30 يوما متقطعة، فهل يجوز هذا وهل يلزم شيء آخر غير الصيام؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت أمكم تركت الصيام للمرض ولم تستطع قضاءه حتى ماتت فليس عليها شيء، أما إذا كانت شفيت من المرض وتمكنت من القضاء ولكنها تكاسلت حتى أتى عليها شهر رمضان آخر، نعم،
وتوفيت ولم تقضي فإن عليها الإطعام، أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، وإذا صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك، لكن الإطعام متعين. نعم نعم، لا يغني عنه الصيام، لا يغني عنه الصيام، لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينا إذا كانت تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى أتى عليها رمضان آخر وماتت، فإنه لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينا، كل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، وإن صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع عين ألف ألف سوداني معلم بالجمهورية العربية اليمنية، يقول: من خلال متابعتي لبرنامجكم اتضح لي بأننا كنا نمارس أمورا كثيرة كلها خطأ، وذلك حسب ما تعلمناه بالتقليد والمحاكاة من الذين قبلنا، حيث أن الدين قد ألحق به بعض الشوائب التي لا يقبلها العقل الواعي، فهنالك الكثير من البدع والخرافات قد ألحقت بالدين وليست منه، والحمد لله الذي جعل لنا من برنامجكم خير دليل لإيضاح الطريق الصحيح، أعني علم التوحيد الصحيح الذي ينبغي لكل مؤمن أن يتسلح به، والذي به يستطيع أن يحطم حواجز الخرافات والبدع. وأنا أرجو شاكرا إرشادي إلى خير الكتب عن التوحيد وكل الكتب التي تحارب البدع والخرافات حتى أستطيع أن أحصل عليها مهما كلف الثمن، حتى أستطيع محاربة تلك البدع بإذن الله بالحجة القاطعة والدليل القرآني أو من الحديث النبوي، جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله الذي من عليك بمعرفة الحق والصواب، ونسأله أن يزيدك علما وفقها في دينه، وأن يثبتنا وإياك على الحق. أما من ناحية الكتب التي تعلم عقيدة التوحيد فهي بحمد الله كثيرة وميسورة، من ذلك كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، نعم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ومن ذلك ثلاثة الأصول وكشف الشبهات، كلاهما رسالتان للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأنصحك أن تقتني مجموعة التوحيد النجدية، لأن فيها رسائل مختصرة في التوحيد والعقيدة مفيدة، عليك أن تقتني هذه المجموعة المباركة. كذلك شرح الطحاوية للعز ابن أبي العز الحنفي، وهو شرح مفيد ومبسط وشامل لأبواب العقيدة. وكذلك كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم، فإنه كتاب مفيد في أمور العقيدة والتحذير من البدع والمخالفات، فهو كتاب نفيس لا ينبغي لطالب العلم أن يجهله. هذا ما يختص بالعقيدة. أما ما يختص بالنهي عن البدع والتحذير منها فهناك كتب مفيدة وميسورة ولله الحمد، وهي أولا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية، نعم. ثانيا الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. ثالثا كتاب البدع والحوادث، أو كتاب الحوادث والبدع للإمام الطرطوشي. رابعا البدع والنهي عنها لابن وضاح. وخامسا الباعث على إنكار البدع والحوادث للإمام أبي شامة. سادسا الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ. سابعا السنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام خضر. ثامنا التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز ابن باز. وهذه كتب ميسورة، بعضها يوزع مجانا وبعضها يباع بثمن قليل، وعليك أن تقتنيها أو تقتني ما تيسر منها وفيها الخير إن شاء الله. على أنني أنصح لك ولأمثالك لا تقتصر على قراءة الكتب، عليك أن تلتمس من أهل العلم المحققين من تقرأ عليه في هذه الكتب ليشرح لك الغامض منها ويبين لك ما فيها من الحق، والله الموفق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت فاطمة عبد الرحمن من العراق محافظة التأميم، ضمنت رسالتها عدة أسئلة. السؤال الأول تقول فيه: توفيت والدتي بعد أن أصابها مرض في مفاصلها، فكانت لا تصلي في فترة المرض، وكذلك فقد أفطرت بعض أيام من رمضان لعدة سنوات بسبب العذر الشرعي، ولكنها كانت لا تقضي جهلا بحكم وجوب قضاء الصوم. فبالنسبة للصلاة فقد قمنا نحن أولادها بالصلاة عنها لمدة 5 سنوات إلى أن عرفنا أن ذلك لا ينفع عنها، وأن الصلاة لا تقضى عن أحد،
فعدلنا عن ذلك إلى قراءة القرآن وإهداء ثوابه لها وإلى التصدق عنها. ولكن بالنسبة للصيام، هل يجوز أن نصوم عنها أم نكفر أم ماذا نفعل؟ أما بالنسبة لترك الصلاة للمريض فهذا أمر لا يجوز، لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة مهما بلغ به المرض ما دام عقله ثابتا، وإنما يصلي على حسب حاله وحسب ما يستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمريض يصلي على حسب حاله، قائما أو قاعدا أو على جنب، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويتوضأ إذا تمكن من الوضوء، أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء. أما أن يترك الصلاة بحجة المرض فهذا أمر خطير، ولا يجوز ترك الصلاة بحال. فوالدتكم أخطأت في تركها للصلاة، ولكن لعلها تعذر بالجهل، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل لها وليها ومن حولها، يسألون أهل العلم. أما أن يتساهل في الأمر ويعمد الإنسان إلى العمل برأيه وبأقوال الجهال فهذا أمر خطير جدا. وكما ذكرتم الصلاة لا تقضى لأنها عمل بدني لا تدخله النيابة، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل. أما الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا متعين، الإطعام متعين، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد المعتاد. وإذا قضيتم عنها مع الإطعام فلا بأس بذلك، ونرجو أن ينفعها ذلك إن شاء الله. نعم. كم مقدار الصاع بالكيلو لو قدرناه تقريبا؟ تقريبا الصاع 3 كيلو، يعني يعطى كل مسكين كيلو ونصف. كيلو ونصف تقريبا. نعم. من أوسط طعام البلد، من معتاد طعام البلد. نعم. السؤال الثاني تقول: كذلك والدي أفطر في إحدى السنوات شهر رمضان بسبب عمل شاق كان يمارسه ولم يقضه بعد ذلك، إلى أن بلغ عمره الآن 90 سنة تقريبا، ومع أنه حريص على الصيام الواجب والتطوع إلا أنه لم يقضي ذلك الشهر، فهل يكفي هذا الصوم التطوع عن القضاء أم لابد من صيام شهر كامل بنية القضاء؟ ومع عجزه وكبر سنه الآن، فهل يكفي أن يكفر إن كان لا يستطيع الصيام؟ وما مقدار الكفارة؟ تأخيره القضاء إلى هذا السن هذا خطأ كبير، لأن القضاء دين في ذمته، يجب عليه أن يبادر به ويفرغ ذمته منه. أما أن يترك القضاء هذه المدة الطويلة حتى بلغ هذه السن وصار لا يستطيع الصيام، فإنه قد أساء في ذلك وفرط، إلا أن يكون معذورا عذرا شرعيا في هذا التأخير. وعلى كل حال، إن كان يستطيع القضاء الآن وجب عليه أن يقضي هذا الصيام، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا لأجل التأخير. إذا كان يستطيع فإنه يجب عليه أمران: قضاء الأيام التي أفطرها، وإطعام مسكين عن كل يوم، يعني يدفع لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد. وإذا كان يعجز عن الصيام فإنه يكفيه الإطعام، إذا كان بلغ به السن حدا يعجز معه عن الصيام فإنه يكفيه الإطعام عن القضاء، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. السؤال الثالث تقول: حصل بين والدي ووالدتي في أول حياتهما الزوجية خلاف حاد، فقال لها والدي: أنت حرام علي، ولم يكن في ذلك الوقت يعلم أن هذا يمين أو ظهار، ولذلك فلم يؤدي كفارة إلى الآن، حيث بلغ عمره 90 سنة كما قلت، ووالدتي توفيت منذ سنين، فماذا على والدي الآن أن يعمل؟ إذا كان قال لها: أنت علي حرام، نعم، وهو يقصد الظهار، وقد رجع إليها وأطيها بعد ذلك، فإنها تجب عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا على الترتيب. والزوج إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، قد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فالأكثر على أن هذا يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة يمين، وذهب بعضهم إلى أن هذا يكون من الظهار وأن عليه كفارة ظهار. وعلى كل حال، الأحوط
أن يكفر كفارة ظهار كما ذكرنا على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو الأحوط وهو الذي قال به جماعة من أهل العلم. نعم. حتى لو لم يكن يقصد الظهار، كلمة أنت علي حرام يقولون هذه من ألفاظ الظهار على هذا القول. نعم. السؤال الرابع تقول: هل الميت بالحرق يعتبر شهيدا إن كانت أعماله صالحة؟ فقد مات أخي في حادث حريق بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع، وهو والحمد لله مستقيم طالب علم ديني داعية إلى الله وإلى دينه، فقد قرأت حديثا ولم يكن فيه ذكر الميت بالحرق، وهو من مات في سبيل الله أو غريقا أو مبطونا أو مصابا بمرض الطاعون أو بالهدم فهو شهيد، أو كما ورد في الحديث، فما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم، ورد في أن من مات بأحد هذه الحوادث المداهمة أنه يكون له أجر الشهيد. نعم. وأخوك يرجع له هذا إن شاء الله، لأنه مات بحادث مداهم وبحادث يشبه الغرق والهدم، فيرجع له الشهادة إن شاء الله تعالى. ولكن لا نجزم لأحد بالشهادة إلا بدليل، ولكننا نرجو للمؤمن إذا أصابه شيء من هذه الحوادث أن يكون له أجر الشهيد إن شاء الله. نعم. لفظ الحديث صحيح كما وردته السائلة؟ ورد بمعناه. نعم، ورد بمعناه وصحيح. نعم. صحيح بمعناه. نعم. السائل المستمع محمود علي محمد من نيجيريا، كانوا مدرسة دار التوحيد، بعث بسؤال يقول فيه: ما حكم صلاة النساء في بيوتهن يؤدينها اقتداء بإمام قريب على سماعهن بواسطة مكبر الصوت؟ هل هي صحيحة أم يلزم إعادتها؟ لا نرى صحة صلاة المرأة في بيتها مع الإمام بمجرد أنها تسمع الصوت المكبر، لأن صوت المكبر قد يمتد مسافة بعيدة ويكون البيت بعيدا من المسجد، ودونه ودون المسجد مسافات وشوارع. في هذه الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلي وهي خارج المسجد، وإنما تصلي لنفسها. الله تعالى أعلم. نعم. لو كان البيت قريبا من المسجد أو ملاصقا للمسجد، هل يجوز الاقتداء بالإمام في داخل البيت؟ لا يجوز، حتى ولو كان ملاصقا للمسجد، ما دام أن البيت خارج المسجد وهي لا ترى الإمام ولا ترى من خلفه، وإنما يجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد عند الضرورة، كما لو ضاق المسجد بالمصلين في يوم الجمعة مثلا. نعم. وصلى بعضهم في الشارع وهو يسمع الإمام، ففي هذه الحالة يجوز تجوز الصلاة خارج المسجد للضرورة. أما هذه المرأة ليس عليها ضرورة وهي خارج المسجد. نعم. وليست ملزمة أيضا بصلاة الجماعة، وليست من أهل الجماعة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة زا ميم راء عين من أملج، بعثت تقول: تقع بالقرب منا بركة ماء نشرب منها ونأخذ للبيت منها بواسطة القرب، ولكن يتسرب من المكان الذي نملأ منه القرب ونشرب أو نتوضأ منه، يتسرب منه ماء إلى الأرض، فتأتي أحيانا الكلاب وتشرب منه، فحينما نأتي للوضوء أو لأخذ الماء قد يقع على ملابسنا شيء من ذلك الذي شربت منه الكلاب أو يقع على القرب، فهل يؤثر هذا على طهارة ملابسنا؟ وبكم غسلة يجب أن نزيل ما لحق بها؟ وكذلك القرب، هل يجب غسلها أم لا؟ وإذا مست نجاسة الكلب الثوب مباشرة فبكم غسلة يجب أن يطهر؟ لا نرى داعيا لهذا التشدد، ما دام أن هذا الأمر، أن هذا الماء المتسرب قد اجتمع منه شيء كثير، فإنه لا يؤثر فيه شرب الكلاب منه أو مرورها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فالأصل في هذا الماء أنه طهور ولا ينجس ما أصابه، خصوصا إذا كان كثيرا كما ذكرنا. أما من ناحية لو أن نجاسة الكلب أصابت الثوب، كأن أصابه شيء من بول الكلب أو من لعابه، فإنه يطهر بغسله غسلا يزيل النجاسة، يغسله حتى يجزم أن النجاسة زالت منه كغيره من النجاسات. والله تعالى أعلم.